وزير قدام لا يعتبر. لا 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 كان المسؤوليه للاوباش اللي عطلوا بمشروع الاصلاح التربوي. لا لا بيسور اوباش الناس اللي عطلت مشروع التربوي اوباش بالمفهوم هذا. واليوم قاعد شوف سامحني انا قاعد في يوم زي الجنرال كله صحيح. اليوم عندك تلامذه اللي قاعدين في الشارع وقت اللي صار ثوره عمره 6 سنين ولا 9 سنين هذايا قراه في مدرسه ناقصه معلمين واساتذه لان الدوله ما يهمهاش معلمين ولا اساتذه اما يهمها البسنه واولاد البسنه هذاك عنده فلوس وعنده فلوس للتعويضات ما عندهاش فلوس بتخلص معلمين واساتذه ولا تزيدهم في الشهريات ولا تحسن لهم وضعهم المادي. هذا تلميذ قراه في مدرسه نهار كان مش المعلم مقرب راهو الاستاذ مقرب وكان الاستاذ مقرب راهو القايم مقرب وكان القايم مش مقرب راهو الكاره اللي تجيبه مقربه وراهو كان الكاره اللي تجيبه ما هي مش مقربه راهو فما شكون مسكر الكيس بالعجالي. اي أيوة وراه المسؤول السياسي لا يكذب عليه لا ويعطيه وعود كاذبه ومظلومه خلي كمل فاشله خلي كمل هذايا تلميذ خرج معنى هذايا القراع وكمل السيكل تاع 16 عام اما فما انقطع من 6 سنين الاولين انقطع على الدراسه عندك من الثوره لتو عندك مليون مليون انقطعوا على الدراسه مليون من عام 2011 مليون كل عام يتلف كل عام يتلف عندك مليون انقطع على الدراسه وهذا لا تلقاه لا في القرايه لا في التكوين المهني ما عملش تكوين لان منظومه التكوين المهني انا كي حبيت ارجعها قامت الدنيا وقعدت وقالوا لي اسمع مش تحط حقوق الانسان ما تحطش تلميذ لا لا سامحني معناها فكان ثم مجهود راهو وتعرف معناها كل نهار كانت معناها مسيره للناجي جلول اللي حاب يبدل وبك شعارك تسمعوا يا جلول يا حثال هذا جاك الرجاله ولا تلمون ترجوليه في القرن 21 سامحني لا لا معناها محاولات كانت محاوله جديه لان شوف المشكله راهي غادي في منظومه التعليم والتكوين. ثانيا التلميذ هذا عمره 6 سنين سامحني 10 سنين انا التلفزه تفرج فيها تفرج في تلفزه سامحني مفيدة تفرج لا لا تفرج في تلفزه فيها مباصله قالت نصرف النهار 50 دينار على كلبي وهو ابوه ما عندوش باش يتعشى تفجر في تلفزه هز ساقيك وهبط ساقيك تفرج في تلفزه فيها كان قلت الحياه تفرج في تلفزه فيها سياسيين يسبوا في بعضهم ويطيحوا في خضر بعضهم وتفرش السين فيها بربي سامحني محلين نتا ايدرشيب ها ما يعرفش يتكلم حتى بلغه سليمه هذه هي باش تفرش هذايا الشاب لا كمل خنكمل لا كمل الشاب هذا تربى في بلاد يحكم فيها مخزن اقتصادي سامحني مخزن اقتصادي ب50 عائله يحب يعمل مشروع ما يخليهوش لا لا معلش يبدل من وين طلبت عندي 10 سنين طلبت نحيت رخص شوف عندي 10 سنين طلب بيه نعطيكم سي محمد راه ايه هذا خنكمل هذا الشاب يمشي يهز امه للسبيطار يقولوا لي رام بعد عام ويعرف الاخر انبسطوا فهمت عملوا بعد هذا الشاب عندك شوف عندك دراسه استبيان خرجوا الفاداس شفتوا اليوم 80% من الشباب يعتبر انه يعيش في مجتمع غير عادل واضح هذا واضح في الاخر اش نقول لك الشباب هذا الشباب هذا التونسي عام 2011 حرق ايطاليا ها عام 2012 حرق الداعش مش هيخدم عند داعش فهمت بعد عاود حرق ايطاليا راهو المره هذه كان من هذا كان ما حرقش روحه لا 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 كان ما نحوش الخطاب اللي نسمع فيه وبيهم وعليهم واسمهم وهاملين وعليهم وخطاب معناها قديم تاع قبل راه مش حرق البلاد